فير بلاي فير بلاي. اهلا وسهلا بكم. الساعه تصير تشير الى الساعه 11:12 واليوم معنا هو مش برش ضيف لكن هو زميل وصديق من سنوات خلت في التلفزه الوطنيه احمد الصالحي. مرحبا بك. اهلا وسهلا سي توفيق. قعدت نقول لك سي توفيق خاطر ديما قاعد تكرفليكس. بصراحه انا في قمه السعاده ان يكون معك في البلاتو هذا، وللعلم معناتها سي توفيق كان من الناس اللي امنوا بي واعطوني فرصه في التلفزه، انا وبرشا من الناس موجودين في المشهد الاعلامي. سي توفيق كان وراء اثراء المشهد الاعلامي الرياضي التونسي وكذلك العربي، بما انه اعطى الفرصه لعديد من الصحفيين انطلاقا من رؤوف خليف، العاد هيكل الصغير معناتها عصام الشوالي، هذا بنحكي معناتها عن الناس اللي وصلوا للعالميه. يعطيك الصحة. العفو تستاهل هذايا، وشهادة هذه بدي نعتز بها. وحاجة أخرى راهو للتاريخ، أحمد الصالحي من الأكفاء اللي تعاملت معاهم وكذلك يعني جابته الخدمة نتاعو هي اللي خلتني وقتها نعود له كثير من المهمات خارج تونس وخاصة في كأس أمم إفريقيا، وهو يعتبر يعني المشاكس في التصريحات يعني في حافة الميدان ما ثماش خوه. الى جاء من هنا على اليسار كالعاده ذاكر لواتي، مرحبا بك ذاكر. ولو انت مره اخرى مش نجبد لك الورقه الصفراء من غير ما شاورتني، ولكن مش نقول لك حاجه صح قبل كل شيء، لابد باش نوجه التحيه الى صديقنا وزميلنا يعني اسلام المدب، وان شاء الله يوجهه خير في تجربته المستقبليه. وراني حاجه اخرى، راني نقوم 3:30 ما نبداش نقعد بعد من يا ساعة. مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين ومشاهدين اكسبريس اف ام. وقت اللي عمل لي تليفون هو بيدو بعث لي ميساج قال لي ولا تجي مع سي توفيق برك. قلت له ان شاء الله وقت لي ميساج يبدا ريقت ما يفيقش بينا. لا لا لا، نحن فرد مؤسسه. لا نعرف. لا فرد مؤسسه واكسبريس اف ام عزيز علينا. قال لي خذيت رخصه من عندك. لا لا لا، مرحبا بك كل وقت. ومحمد عباده على اليسار نتاعو كالعاده في الرياضه خاصه العالميه. مرحبا بك سي توفيق، مرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف ام، ومرحبا بكل الضيوف. اذا احمد بالريش صحفي البرنامج، اذا مرحبا بك. مرحبا بك سي توفيق، مرحبا بكل مستمعي فير بلاي على اكسبريس اف ام كل نهار سبت. به نحن المره هذه باش نبداو قبل ما نتصلوا ربما، لانه اعطانا مقبل كبر كنا نتكلموا فيه قبل الحصه سي امين لابيرسو اللي موجود في المتلوي باش يلعب فريق اليوم الجوله الاولى مع المستقبل الزمالك، مش عارف موجود في المتلوي هو حاليا. كنا نتكلموا فيه واش قلنا له 11 بالضبط باش نطلبوك. على كل حال انا قاعدين نتصلوا به. نحن نبدلوا شويه الكونديكتور ونبداو بالمنتخب الوطني. احمد كيفاش ترى انت يعني التشكيله اللي تم انتدابها؟ باهي بالنسبه الى المنتخب الوطني، انا هذا الجدل الذي يثار دائما بعد اعلان كل قائمه تقريبا، احنا هذا يعني مشهد مالوف تعودنا عليه، كل ما يتم اعلان القائمه الا وتصير بعض يعني الانتقادات. الحاجه اللي نحب نقولها انه قبل كنا نلقيه في المسؤوليه على وديع الجري، هو اللي يعمل في القائمه، هو يختار في اللاعبين المعينين. للاسف اتضح انه نفس اللاعبين اللي احنا كنا نتصوروا اللي عندهم حظوه عند وديع الجري هم موجودين الان في القائمه. باهي حاجه اخرى، هذا الجدل الذي يثار انا في تقديري ما عنده حتى قيمه، لانه الملاعبين الذين تمت دعوتهم والذين لم تتم دعوتهم ليسوا بلاعبين مؤثرين. ما عندناش للاسف في الموجودين ليست الموجوده واللاعبين الموجودين الحاليين من هو قادر على انه يكسب المنتخب الوطني التونسي مباراه، والا قادر على انه يرفع من اداء المنتخب التونسي الى المكانه التي يعني يتمناها الجمهور الرياضي في تونس. احنا ما عندناش ملاعبين مؤثرين، الموجودين ولا المش موجودين، ما عندناش صلاح، احنا ما عندناش محرز، ما عندناش رونالدو، ما عندناش ميسي. الملاعبين كل تقريبا في نفس المستوى، وحتى الملاعبين ما عيطولهمش مثلا فوزي البنزرتي غرام وغيره 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 وزعلوني ما نعرفش شكون، لاعبين عاديين حتى لما يجيو المنتخب الوطني التونسي عمرهم ما كانوا اساسيين. يعني احنا عندنا مجموعه يعني تقريبا تاع ملاعبين متوسطين، ما عندناش ملاعبين ترى في ليفربول، ما عندناش ملاعبين ترى في مانشستر، ما عندناش ملاعبين ترى في البايرن، عندنا مجرد لاعبين يلعبوا في الصف الثاني او ربما الثالث في اوروبا، حتى حنا بعد المعجبي وحتى الملاعب تاع كوبنهاجن نسيت حتى اسمه، لم يكن يوما مؤثر.
من العاشوري. العاشوري الياس العاشوري. اعطيني الياس العاشوري نتفرج في المباريات التي خاضها مع المنتخب الوطني التونسي. ماريتوش تعدى ان كونتر ان، ماريتوش عمل اسيست، ماريتوش مارك اهداف يعني. وزيد في الاخر يبدا يتشرد لك على المنتخب الوطني، نجي وما نجيش، والا حنا بعد المجري، حنا بعد المجري لم يكن مؤثر حتى، وكلهم خذوا فرص، كل اللاعبين الذين لم يعني كنا نعقد عليهم امال كبيره باش يحسنوا اداء المنتخب الوطني كانوا لاعبين عاديين وما حذوش الفارق للاسف. باه نحن على كل حال هو جاهز الهاتف الان، ولكن قبل ذلك نحن ديما كما تعودتوا احمد بالريش يقدم لنا فريق مستقبل سليمان. فعلا مستقبل سليمان تقريبا فريق تعودنا عليه في المواسم الاخيره في الرابطه المحترفه الاولى، هذا فريق معناه نشاته سنه 1960 وهو حامل رايه الوطن القبلي. نعرفوا عديد الفرق من الوطن القبلي حاولت تتواجد تكون موجوده في الرابطه المحترفه الاولى، نذكر منها قرومبالي الرياضيه، النجم الرياضي الخلادي، ولكن مستقبل سليمان من موسم 2018-2019 وهو متواجد في الرابطه المحترفه الاولى. صحيح مواسمه كانت متذبذبه، نتائج كانت دون المامول نوعا ما، الفريق ديما يلقى روحه في المواسم في اخر نهايه الموسم يلعب على تفادي النزول، ديما مصيره مرتبط بجوله او جولتين. هذا يعود زاد العديد الصعوبات لمستقبل سليمان، خاصة على المستوى الماديات، خاصة على الملعب البلدي بسليمان اللي هو يعني يرفع 2500 مشجع فقط، يعني جماهير حتى الجزائر ما تلقاش حتى بلاصة، فصعوبات كبيرة. ولكن هذا الفريق مازال يقاوم، نشوفه مع تغير زاد رئاسة الفريق من اللي كانت مع وليد جلاد اليوم مع أمين البيرس اللي معنا هو على الهاتف، وديجا باش يحكي لنا على استعدادات هذا الفريق للموسم الجديد. مرحبا بك سي أمين. مرحبا أخويا ومرحبا بالساده الحضور. شكون معنا نسلم عليهم؟ شكون معاك اخويا حاضر؟ اي نحن معنا سي كما تعرف اللي كان يكلم فيك احمد بريش، سي احمد صالحي، سي ذاكر الواتي، وسي محمد بن عباده، هذوما فريق البرنامج. نعرفوك اليوم اخويا سي احمد صالحي اخ وصديق. اي مرحبا اخويا. جزت بربي تصحيح المعلومه الصغيره، قلت مستقبل سليمان في المواسم على تفادي النزول. مستقبل سليمان موسم 2021-2022 خمسة دقائق حكمه في تأهله المشاركة الأفريقية. صحيح. لا هو يحكي على بصفة عامة. لا يحكي في الدقيقة 90 كان في المرتبة الثالثة. اي لا يحكي بصفة عامة في الخمسة سنوات الأخيرة الأكثر يعني الأكثر المعلومة. صحيح المعلومة. لا 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 اي صحيح. بموسم 2021-2022 كمل في المرتبة الرابعة وكان قريب برشا من تأهل المشاركة الأفريقية. صحيح صحيح بيبنى بها، ما نحن نتكلموا على الخمسة سنوات كإجمالا، وأحمد هذاك عمل كما يقولوها الكرة التونسية تعيش في صعوبات كبيرة. أي. سواء المستقبل سليمان ولا بالنسبة للفرق الأخرى، باستثناء زوز ولا ثلاثة فرق اليوم تشوف صعوبات مادية كبيرة جل الأندية. هذا هو اليوم تشوف أنت تأهيل اللاعبين، معناها الناس راقدة في البيت في الفيديراسيون. أنا اليوم عندنا ماتش في المتلوي، معناها الناس خارجة ل 11 نتاع الصباح معاهم إجازات اللاعبين، تشوف الوضع اللي وصلنا له اليوم. نحن على ذاك نحبوا نتفاعلوا معاك باش نكون ثم سؤال وجواب، وكذلك زاد الزملاء يجموا يدخلوا في اي وقت. تفضل خويا مرحبا بك. نحن بالنسبه لسليمان وتعرف الجماهير الرياضيه تقول لك شنو هي الانتدابات السنة، ونعرفوا نحن زاد العلاقه الكبيره اللي موجوده بين الترجي الرياضي التونسي ومستقبل سليمان. اعطينا شنو الانتدابات؟ بالنسبه للانتدابات مستقبل سليمان مازال ما اعلنش، قام بالانتدابات مازال ما اعلنش عليها رسميا، على خاطر مازال ما تمش رفع المنع اللي هو ان شاء الله رسميا باش يتم نهار الثلاثاء ولا نهار الاربعاء، توصل الفيفا معناها تنحي سليمان من القائمه نتاع الانديه المعنيه الممنوعه من الانتداب. مستقبل سليمان قام بانتدابات المدروسه اللازمه في الميركاتو هذا، ما على غالب ما خلفناش باش يكونوا موجودين في المباراة الأولى هذه. أيوة. إن شاء الله في بداية من المباراة الثانية يكونوا جميع المنتدبين الزود يكونوا حاضرين. باهي اقعد معنا. رغم الصعوبات ورغم العراقيل المستقبل سليمان تمكن، معناها باش إن شاء الله باش نقولوا ما نقولوا رسميا إلا ما يتم الرفع رسميا، ما اتفقنا بداية الأسبوع باش يتم رفع المنع الانتداب. مستقبل سليمان قام بثمانية انتدابات ان شاء الله تنعلنوا عليها في الصفحة الرسمية مع الرفع ان شاء الله. نحن باش تقعد معنا سي لامين، عندنا نحن مسابقة رياضية حابين نبداوها من الاول، حابين نتصلوا بك انت، ولكن وقع يعني تأخير في الاتصال. اذا بالنسبة للمسابقة السؤال الاول
هو من هي الرياضية اللي فازت بأول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية بباريس، البارا أولمبية بباريس. والجائزة هي تكون من فندق المرادي الحمامات. المرادي هوتيلز أودولا دو فوز أنفي. الجائزة كما تعرفوها هي إقامة لشخصين في موفى في الأسبوع. وبالنسبة للجائزة، السؤال بالنسبة للجائزة الثانية من مغازة سبور تاتش زي رياضي حسب ميولات الفائز، يكون السؤال هو شو يقول، من هي الرياضة اللي هدات لتونس أول ميدالية ذهبية في البارالمبية واللي فازت بها هذه الرياضية كما تعرفوا. إذا السؤال، من هي الرياضية التي، ما هي الرياضة اللي فازت بها الرياضية في البارا أولمبية باريس؟ وبالنسبة للهاتف هو 71 725 ألف، نعاود 71 725 ألف، والجائزة من سبورت تاتش. Ce concours est en partenariat avec Sport Touch. نرجع لك سي أمين، موجود أنت توا الآن في المباراة، ملا الفريق اللي باش تلعبوا به الآن إذن بدون انتدابات. الفريق بدون انتدابات، إذا تحولوا 15 لاعب كأول مباراة المتلوي. اها، وربي بالنسبة للإطار الفني شنو صار في تغييرات؟ الإطار الفني بقيت شويه زروق. أيوه أي. معناها كان تم انتداب، ومعناها من بداية التحضيرات اللي كان في مستقبل المرسى، اللي كان في مستقبل المرسى، اللي كان في مستقبل المرسى، معناها مدرب شاب وطموح شفنا فيه الكفاءة. صحيح. واحنا تعودنا على العادات هذو في مستقبل سليمان، ان نتعاقدوا مع مدربين يكون عنده ان بروجي سبورتيف، يكون عنده ديفي نتشاركوا فيه مع بعضنا كمستقبل سليمان وكمسرائيل زروق. وان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله رغم كما قلت لك راهو صعوبات كبيرة، ورغم هذا ان شاء الله مستقبل سليمان باش يكون حاضر بقوه في بطولة الموسم هذا، ويقعد يخدم في صمت وفي بلاش برشا حس نقولوا احنا، وان شاء الله باش تشوفوا فريق باهي. سي امين نهارك زين خويا. سي ذكر الواتي معاك. مرحبا خويا. صباح لاباس. ساعة اولا باش نشكركم على المجهود اللي تعملوا فيه بعد ان شاء الله ربي يخلص واحد، وسي وليد جلاد اللي كان هو في الصورة، نعرف اللي انتم تخدموا في خدمة كبيرة، اللي خذيتوا عليه المشعل وكنتوا في المستوى بالمشاكل اللي موجودة المادية والصعوبات. لكن السؤال متاعي معناتها اولا قداش من ملف عندكم في المنع، وثانيا ملف واحد مع اللاعب الجزائري ماسيل، اللي هو كان ملول، كانت باش نحينا المنع الموسم الفارط، كانت عن طريق اقساط، من المره هذه باش يتم غلق الملف نهائيا. قعد معناتها قعد قسط، ما كانش في الوقت نتاعو. فهمتك. والسؤال معناها 150,000 دينار. والسؤال الثاني، علاش النوادي ما تفهمتوش في تاخير اسبوع؟ خاطر مش نادي سليمان مستقبل سليمان برك، النوادي كلها حتى النجم المتلوي زاده في الليفكتيف نتاعو ناقص، برشا نوادي من النادي الافريقي الكل عليه ما صارت اتفاق في تاخير باسبوع، والناس كل تبدا حاضر. هي الرزنامه كانت واضحه، وكان وتم استشاره الانديه، راي قال لك لا سبيل اليه بحكم التزامات المنتخب الوطني، قال لك لازم تكون فما جوله قبل ما مباراه المنتخب الوطني. معناها الرزنامه اللي ان شاء الله يتم تطبيق الشيء هذا، الجامعة تأكد اللي الرزنامة باش يتم تطبيقها معناها بدون تأخير، بدون هذه معناها الحاجات اللي خذيناها من الجامعة التونسية. لا لا صحيح، هما حبوا حتى اسبوعين مش حتى اسبوع واحد برك، حبوا جولتين فجولتين. على كل حال هو معك احمد صالحي باش يسلك حتى هو بيدو بعض الاسئلة. انا بصراحة نحب نحيي امين، مش باش اسأله انا، لانه نجح في المحافظة على كيان النادي واستمراريته. ليس من السهل على فريق كان مرتبط أشد الارتباط السيد وليد جلاد يجد نفسه يعني أورفلا، ورينا ليكا، ورينا ليزيكزامبل قدامنا، ماذا حصل للشاب، ماذا حصل للرجيش. لكن
أمين يعطيه الصحة وبرافو عليه على الخدمة الكبيرة اللي خدمها، أنه حافظ على استقرار النادي ونجح في أنه مستقبل سليمان يقعد ضمن أندية النخبة. وكنا نسمع فيه توا فما طموح أنه مستقبل سليمان يكون من أندية اللي يتم قراءة حساب لها في السيزون هذه، ويعطيه الصحة إن شاء الله يتم رفع الانتداب في أقرب فرصة ويرجع سليمان، لأنه حقق نتائج جيدة سليمان في المواسم الأخيرة، وهو وجوده بصراحة زاد بالإمكانيات المادية الموجودة وبالظروف اللي تحيط بالنادي ان يوصل موجود وينافس سيد جاك كلكوش. هذاك اللي قلته انا لسي امين، اللي على خاطر بصراحه اللي خذاه المشعل على، وزاد ما نساو سي خو سي وليد جلاد، ايمن جلاد زاد ايمن ربي يفرج على اخونا وليد. شوف ممكن الحاجه اللي خلات فما استمراريه، ولا الحاجه اللي خلات الفريق هذا صامت. شوف احنا برسك راهي الهيئة هي بيدها اللي كانت تسير في الجمعية من 8 سنوات، معناها في سواء في شخصي وانا ولا في ايمن الجلاد، رانا كنا معناها ناس فاعلين في الهيئة، معناها في شخص انا كنت مسؤول عن انتدابات معناها، وايمن كان معناها في صلب الهيئة السابقة، معناها كان فما استمرارية، معناها كيما نقولوا احنا هي كان ريسبونسابيليتي بارانتيريم، معناها لا لا خويا لا معناها كنا واحد كان مباشر كل شيء يعرف كل شيء، مي ساهل راهو، معناها ماهيش ساهل راهو، زوز مواسم معناها نعملوا المانتيان راهي في اللحظات الأخيرة مع لي مويا لي تعبة، مع كي نشوف نفس الجمعية كنت تحكي على الجيش وعلى الشابة، معناها احنا معانينا كانوا نقولوا الحمد لله، معناها راهي فما ناس مضحيه، فما ناس ما ترقدش، راهو تعب نتاع هي مديره كامله، راهي مش مربوطه بشخص ولا اثنين، راهو حتى لميل ميل كيما انيس بن حميده كيما محمد الغرايري اللي هو نائب رئيس، فما ناس مضحيه. اليوم الكاتب العام ما رقدش نهارين، اللي هو اللي تو هو في الثنيه للمتلوي، نهارين ما يرقدش باش 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 تنجم مستقبل سليمان يلعب مباراه، راهو فما ناس مضحيه ما في الخفاء، هذا مجهود نتاع ناس كامل. شوف إذا كان ما عندكش تحدي دي فيه في حياتك، ولا ما عندكش طموح برش داركم. سي أمين. تكون راني بسنوته ويزمك توصل. سي أمين. هذا اللي حكيناه وتاخذوا حقكم فيه. على خاطر كما قال لك أحمد زوز نوادي الأخرين وقت الروسيان تاعهم بعد والفريق كامل بعد، على خاطر بصراحة اللي عملتوه لازم زاد يستعرفوا لكم به أهالي سليمان ومحبين سليمان، اللي كان الفريق نجم يندثر لو كان كوما ما وصلتوش. اثنين نسمع فيه قلت على الكاتب العام مش فما بلاتفورم يخدموا عليها، علاش بالوثائق لما هو يمشي للجامعة وانتوما تو ممنوع من الانتداب؟ ما صار اشكالية يا البارح ما نعرفش وانتوما وكورونا على بعض باللي صار، ما نجم زول الأندية ما نجمتش تتحصل على الإجازات إلا ما صار ترخيص من الكاف. والمفاوضات كانت لاخر ساعة في الليل البارح، معناها زول الأندية كانت في الجامعة التونسية لكرة القدم للأربعة نتاع الصباح البارح، الساعة متأخرة. به سي امين نحن في دقيقه برك ما طلعش معنا خاطر الوقت يداهمنا عندنا وتو وقت الاخبار بعد دقيقه، يعني كان تكلمنا على ظروفكم ساعه شويه الماديه وكذلك يعني الملعب كيفاش باش تطوروه وتحسنوه، لانه كما كان يقول احمد يعني ضيق برشا وما يتسعش الجماهير الكبيره اللي موجوده في سليمان وفي الحاشيه نتاعو. هو الملعب باش يصير فيها اشغال نبدا لك بالسؤال الاخراني، معناها باش تتم توسيعه الملعب، باش يتم إضافة 3000 مقعد معناها إضافي آخر بنا الملعب سليمان، معناها البروجي حاضر، بداية الأشغال كانت نورمالمون معناها البريود هذه، احنا باش نحاولوا نأخروا في الأشغال باش نتمكنوا باش نلعبوا في الملعب نتاعنا. إن شاء الله معناها السيدة الوالية تكون تعاوننا في الموضوع هذايا وتتدخل معنا، خاطر جبدتوا حتى الموضوع البارح في الاجتماع كان مع السيد وزير الشباب والرياضة، معناها نوجه له تحية بالمناسبة هذه الحقيقة، معناها حب لم الناس الكل معاه، قال لك أنا مستعد نسمعكم في كل وقت، أنا لهنا جيت باش نطور من الكرة التونسية باش نخدم الكرة، وبالحق معناها كان البارح اجتماع إيجابي على الأخر معناها. باهي وحكيت الأمور المالية يعني بسرعة. شوف الأمور المالية مستقبل سليمان يعيش بالتسويق، إذا كان ما نسوقش لاعب رانا نعيشوا في ازمه كبيره، احنا تو عندنا اللاعب بكل صراحه معناها عندنا اللاعب ماريانو اللي هو معناها فيه هو اللاعب اللي فيه ثلاثه واربع عروض باش نستناه في العرض الانسب، جانا عرض اول رفضناه الحقيقه خاطر اللاعب معناها قيمته اغلى من هكا، نستناه هو الدولي منتخب لول، تم حتى دعوته للتربص الاخراني هذا، ان شاء الله باش يتم بيع ماريانو وتكون الامور الماديه معناها
خير ويلزم راهو دعم راهو ولايه نابل مش تعاون في سليمان. راهو سليمان راهي اليوم ممثل واحد ديما نقولها راهو وين نطلع في راديو ولا في بلاتو راهي سليمان نتاع ولايه نابل رانا اي الوطن هي تمثل الوطن القبلي كامل. اليوم الحمامات من قرنباليه من منزل بوزلفه من منزل تميم من قرطه فما حتى شكون من الهواريه معناها راهي فريق يمثل ولايه كامله مستحق دعم من ابناء الجهه. راهي سليمان مش تاع سليمان راهي تاع ولايه كامله. هذا الشيء اللي ديما نقوله ونعاوده ونوجه نداء راهو فما مؤسسات نجم تعاون سليمان وتحفظوا عليه الفريق هذا خليوه في الرابطه الاولى راهو ممثلكم الوحيد ان شاء الله. على كل حال هذا ما تمناه لكم وبالنجاح والتوفيق في هذا الموسم الرياضي وان شاء الله كل الناس يعني تلتف حول هذا الفريق اللي مثل الوطن القبلي. الان موعد الاخبار ومع زميلتنا